بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب وطالبات الصف السادس، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم بالحصة الثالثة لهذا الأسبوع. جلسنا اليوم طلاب الأعزاء تكمل نص مجد الإمارات، والآن طلاب الأعزاء هيا بنا نبدأ بأول خطوة من خطوات جلسنا اليوم، وهي التهيئة. هيا بنا نتناقش سويا في هذه الأسئلة: كيف تبنى الحضارات كما رأى الشاعر، وهل توافق هذا الرأي؟ وللحضارة وجهان، وضح ذلك من خلال فهمك للأبيات السابقة. السؤال الثالث: كيف تتقدم الدول؟ والآن طلاب الأعزاء هيا بنا نتعرف على هدف جلسنا اليوم. هدفنا الأول أن تحلل أبيات النص تحليلا أدبيا. الهدف الثاني أن تحدد معنى الجناس اللفظي. نقرأ هذه الأبيات: وكل ساحة عز عز طالبها، كنا لها وعلى ما عز ننتصر. عنا روى الدهر والأيام شاهدة، مآثر لم تغير صبحها الغير. عن دولة حرة عرباء شامخة، من أمة الضاد ينمي أصلها مضر. في كل ركن، في كل ركن ترى من مجدنا أثرا، لا شك سيرتنا الياقوت والدرر. والآن هيا بنا نتعرف على معاني الكلمات الجديدة: روى، حكى، الغير أحداث الدهر ومصائبه، عرباء صريحة، شامخة عالية، مضر قبيلة عربية مشهورة، ركن مكان، أثرا دليلا، الياقوت والدرر الأحجار الكريمة. طلاب الأعزاء، بعد أن قرأنا الأبيات وعرفنا معاني الكلمات الجديدة، فهيا بنا نتناقش فيها من خلال هذه الأسئلة. السؤال الأول: حدد الفكرة العامة لهذه الأبيات. استخرج تعبيرا مجازيا. استخرج أسلوبا خبريا. حدد صدر البيت الثاني وعاجز البيت الرابع. بما وصف الشاعر دولته في الأبيات؟ ماذا روى الدهر عن الإمارات وما رأيك في ذلك؟ استخرج كلمتين بينهما جناس، والجناس هو كلمتين متشابهتين في اللفظ ولكن المعنى مختلف. وفي الشرائح التالية سنشرح الجناس بالتفصيل. والآن هيا بنا نبدأ في شرح الجناس. كما قلت في الشريحة السابقة أن الجناس هو كلمتين متشابهتين في اللفظ لكن المعنى مختلف. لاحظ معي في هذا المثال: صليت المغرب في أحد مساجد المغرب. ولاحظ أن الكلمتين الملونتين كلمة المغرب والمغربي. الكلمتين متشابهتين في اللفظ، يعني في نفس الحروف، ولكن معناهما مختلف. صليت المغرب الأولى يقصد بها الفرض، فرض الصلاة. أما المغرب الثانية يقصد بها المكان اللي هو دولة المغرب. وهذا هو الجناس. هيا بنا الآن نأخذ مثال آخر. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. الكلمتين متشابهتين في اللفظ كلمة تقهر وكلمة تنهر، متشابهتين في اللفظ ولكن المعنى مختلف.
والآن حان دور النشاط الأول لهذه الحصة. اقرأ البيت الموجود أمامك ثم أجب عن هذه الأسئلة. معنى كلمة عزي: جمع كلمة ساحة. استخرج من البيت ما يلي: صدر البيت وعجز البيت. القافية: كلمتين بينهما جناس. اشرح البيت كما فهمت. النشاط الثاني لهذه الحصة: اقرأ البيت ثم أجب عن هذه الأسئلة. معنى كلمة روى: الغير. جمع استخرج من هذا البيت جمع تكسير. تعبير مجازي: أداة نفي. السؤال التالي: ماذا روى الدهر عن دولة الإمارات؟ اشرح البيت كما فهمت. أما النشاط الثالث: اقرأ البيت ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. النشاط الرابع: اقرأ البيت الموجود أمامك ثم أجب عن هذه الأسئلة. معنى كلمة الياقوت. معنى كلمة رقم. استخرج من هذا البيت الفكرة الفرعية: ما نتيجة محافظة الشباب على وطنهم؟ ماذا يحدث لو لم نهتم بأوطاننا؟ وفي الختام: اذكر البيت الذي يشير إلى الأصل العريق لدولة الإمارات. ماذا يعني بالجناس؟ مع ذكر مثال. والآن مع التقييم النهائي، هيا الآن قيم نفسك من خلال الضغط على الرابط باستخدام كاهوت، ثم أجب عن الأسئلة المرفقة به. ولا تنسى عزيزي الطالب في النهاية أن تفتح موقع عصافير وتقرأ القصة التي حددها لك المعلم مع حل الأنشطة المرفقة معه. شكرا لك عزيزي الطالب، وشكرا لحسن استماعك، وإلى اللقاء في حصة جديدة الحصة القادمة إن شاء الله. مع السلامة.